أقام معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل الاستقبال الصيفي لجمعية أصدقاء البحرين لدى المملكة المتحدة في مقر البرلمان البريطاني في قصر ويستمنستر، والتي تعتبر من أوائل جمعيات الصداقة البريطانية في المنطقة. وفي بداية الحفل ألقى معاليه كلمة أكد فيها عمق العلاقات التاريخية بين المملكتين الصديقتين والتعاون البناء والمتنامي في شتى المجالات، مشيرا إلى دور مملكة البحرين المحوري في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وبالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء، مشيدا بدور المملكة المتحدة كفاعل أساسي في الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في المنطقة، ومؤكدا معاليه على الأهمية الكبيرة التي توليها مملكة البحرين لتعزيز التعاون القائم مع المملكة المتحدة على كافة الأصعدة. من جانبه أشار اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إلى الطابع الخاص والمميز للعلاقات البحرينية البريطانية وما يربط الشعبين الصديقين من روابط تاريخية، مشيدا بدور مملكة البحرين المحوري في الحفاظ على السلم الإقليمي والدولي، معربا عن شكره وتقديره لمعالي السفير على جهوده في تنمية العلاقات البحرينية البريطانية على مختلف الصعد، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. كما ألقى السير جرهام بريدي عضو مجلس العموم من حزب المحافظين كلمة عبر فيها عن سعادته في المشاركة في هذا الحفل ورؤية المشاركة الكبيرة من أصدقاء مملكة البحرين في المملكة المتحدة. من جانبها أعربت السيدة هيذر هاربل رئيس جمعية أصدقاء البحرين في بريطانيا عن فخر أعضاء الجمعية برعاية جلالة الملك المعظم، مشيرة إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين. في ختام الحفل ألقى السيد جو شيبارد نائب رئيس جمعية أصدقاء البحرين والسفير السابق للمملكة المتحدة لدى مملكة البحرين كلمة أشار خلالها إلى أن جمعية أصدقاء البحرين تسعى إلى تقوية أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين للأجيال القادمة. أنا هنا اليوم في قصر ويستمنستر الرائع لأن الجمعية البحرينية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في المملكة المتحدة تقيم حفل الاستقبال الصيفي. لدينا العديد من الضيوف هنا، بعضهم حضروا جوا من مملكة البحرين خصيصا لهذه الفعالية. جمعية الصداقة تكرس عملها لجميع الأشخاص الذين عاشوا وعملوا في البحرين ولديهم علاقات رائعة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين. اليوم هدفنا إعلام الحضور أن الجمعية ستقوم بإطلاق موقع إلكتروني جديد حتى نتمكن من أن نعكس تميز العلاقات المشتركة وما تقوم به مملكة البحرين في هذا الجانب. يتواجد الكثير من الأشخاص هنا اليوم وهم أصدقاء قدامى لمملكة البحرين. أنا أتحدث عن علاقات بدأت منذ الستينيات من القرن الماضي، ويسعدني أن أكون جزءا من هذه العلاقة وأن أحضر هذه الفعالية، لأنه من المهم جدا أن نحافظ على هذه العلاقات. أنا أيضا أمثل جمعيتين مرتبطتين بالعلاقات المشتركة بين البحرين والمملكة المتحدة. أنا رئيس للغرفة البريطانية في مملكة البحرين، كما أنني رئيس مشارك لمجلس الأعمال البحريني البريطاني، ولدينا العديد من العلاقات في مجال الأعمال والصناعة مع المملكة المتحدة. إنه لشرف عظيم أن أكون هنا مع جمعية الصداقة البحرينية البريطانية، كما أنه لشرف عظيم أن أعمل بشكل وثيق للغاية مع سفارة مملكة البحرين بالمملكة المتحدة وخاصة مع معالي السفير، حيث أن العلاقات بين بريطانيا والبحرين تستمر في التطور بشكل إيجابي. يسعدني أن أكون هنا اليوم للاحتفال بمرور 200 عام من الصداقة والتعاون بين بلدينا، وأعتقد أن الأهم من ذلك هو النظر إلى مدى قوة هذه العلاقة اليوم والمضي بها قدما، وكيف نرى حريتنا ونتطلع في هذا البلد إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا وشعبينا. لقد كنت محظوظا بما يكفي لأن أكون سفيرا للمملكة المتحدة في البحرين في وقت مزدحم خلال الحرب العراقية الإيرانية. لقد كان بطريقة ما وقتا مناسبا جدا للتواجد في البحرين
لأننا عملنا معا بشكل وثيق، وكانت البحرين وبريطانيا حليفتين بالفعل. عندما كنت وزيرا في حكومة الظل كنت ألتقي بنظيري في الحكومة أليستر بيرت، وهو صديق جيد جدا للبحرين. قال لي ذات مرة: إذا أصبحت وزيرا آمل أن تعتني بالعلاقة بين البحرين وبريطانيا بالطريقة التي حاولنا القيام بها، لأنها علاقة مهمة للغاية وأنا لم أنسى ذلك أبدا.